مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مساحه للراي. لا تتوقف ارض مصر في البوح باسرارها سواء كان في الماضي من خلال الاكتشافات الاثريه الجديده التي تحرص وزاره السياحه والاثار على الاهتمام بها والبحث عن المزيد من خلال عمل البعثات الاثريه المصريه بمختلف المواقع الاثريه والاعلان عنها بصفه مستمره. فمع كل كشف جديد يتم استخراجه من باطن الأرض نتعرف معه على تفاصيل جديدة لحقبة زمنية في عهد المصريين القدماء. ومن أهم النتائج الإيجابية لهذه الاكتشافات جذب السائحين لزيادة أو لزيارة تلك الكنوز. وتأتي اكتشافات جبانة سقارة أحدث الاكتشافات الأثرية والأضخم لعام 2020، حيث تم العثور على عدد من التماثيل المختلفة الأحجام، منها خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة جدا، كما أن التوابيت التي تم العثور عليها ملونة داخل آبار جديدة مدفون بها العدد الضخم الذي بلغ 100 تابوت بخلاف 59 أخرى التي تم اكتشافها من قبل بنفس المكان، علما بأنها لم تفتح على الإطلاق منذ 2500 عام. حول أهم الاكتشافات الأثرية التي تم اكتشافها في جبانة سقارة بيدور حوارنا النهاردة من مساحة للرأي مع ضيفي الأثري الكبير الأستاذ مجدي شاكر، كبير الأثريين. منورنا أستاذ مجدي. تحياتي لحضرتك، بشرف اللقاء مع حضرتك. الله يخليك، ربنا يعافيك. خلينا نطلع فاصل، بعد هذا الفاصل نفتح هذه المساحة للرأي فيما يخص الاكتشافات الأثرية الجديدة في جبانة سقارة وأهمية هذه الاكتشافات في جذب السياح والمناطق أو السياحة في مصر، فابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ مجدي شاكر كبير الاثريين. خليني استاذ مجدي قبل ما اتكلم على هذا الاكتشاف الهام اكتشاف سقاره خليني او جبنه سقاره خليني اتكلم على اهم الاكتشافات. نحن نتحدث عن 10 اكتشافات هامه في عام 2020. اهم هذه الاكتشافات بس قبل الاكتشافات استاذ زاهي، احنا عندنا حدث في اول الشهر الجاي يوم 4 ان شاء الله. هذا الحدث يعني كنت اتمنى ان يبقى كل مصر يعني بتعرف عنه وكل الميديا عارفه. 4 ديسمبر 4 و5 يومين انا بعتبرهم فارقين في تاريخ هذا الوطن بالظبط يا فندم. احنا يوم 4 ان شاء الله من الساعه 6 للساعه 10 بالليل في احتفال مش مصري، احتفال عالمي. واعتقد لو حضرتك كده احنا في السبعينات كانت موميه رمسيس الثاني واحد ملك واحد فقط راحت لفرنسا، قلبت فرنسا، فضلت فرنسا شهر مقلوبه واستقبلوا استقبال رسمي، طلعوا له جواز سفر واطلقت في الاستقبال الرسمي موسيقات العسكريه 21 طلقه كانهم بيعاملوا ملك ايه؟ ملك حي. تمام. فتخيل حضرتك لما ال 22 ملك من المتحف الصغير هيوديهم متحف الحضاره. اعتقد هذا الحدث هو حدث فريد وغريب. كنت اتمنى ان كل الميادين كل يعني البنرات يبقى في بنرات ضخمه جدا لهذا الحدث لان كل الدنيا هتبص على حضرتك. ليه؟ لان هو مجهز له يعني حسب مقيم يعني اتمنى لان احنا خلاص فاضل اقل من اسبوعين. اتمنى من كل الناس اللي على مسار الطريق لان الطريق هيبقى من الطريق منين بالظبط. هو هيطلع اولا الحدث فريد جدا، اولا من المتحف المصري وهيبقى اضاءات محدده عند جنب سبيرو هيبقى في اضاءات محدده. في نفس الوقت هيضاء ميدان التحرير لان ميدان التحرير حضرتك ان في 4 كباش والمسله هيفرج عنهم وهينورهم بطريقه معينه جدا، والموكب ماشي هيخش في شارع القصر العيني، وبعدين في سور مجرى العيون مجهز له يعني شيء جميل جدا جدا. وبعدين هروح عند منطقه عين الصيره في منطقه المتحف الحضاره لان تاني يوم 5 هيتم افتتاح متحف الحضاره. فانا عندي حدثين مرتبطين ببعض 24 ساعه انا بعتبرهم بالنسبه لمصر حدث فارق وحدث مهم جدا جدا. واحد يقول لي ايه اهميه الناس؟ انا بطالب كل الناس اللي على مسار هذا الطريق، هو حوالي 7 كيلو، ارجوكم كل واحد ساكن في بلكونه او في شقه خروجهم في هذا اليوم امسكوا علم مصر كل واحد انتوا واولادكم لان بعتبره عيد. البسوا يعني يعني اجمل ما لديكم. احنا عايزين نبين في هذا اليوم يا استاذ ايهاب ان احنا كمصر دوله مهمه جدا. تخيلوا ده الواحد لما بيجي له ضيف بيبقى يعني زي ما بيقولوا بيجهز له مين. فانت دي جدودك 22 موميا سيتم انتقالهم من المتحف الى المتحف، شيء مهم جدا. انا عندي كمان حاجه مهمه ان 22 موميا دول فيهم 4 سيدات 4 ملكات. لكل واحده مصريه افخري ان كان هذا البلد طلع 4 ملكات في مصر. مين يا فندم في هذه المومياات او في يعني انت حضرتك بتتكلم عن اكتشافات؟ تخيل ان حضرتك كان اعظم اكتشاف في القرن 19 سنه 1871 هذا الاكتشاف الفريد العجيب. يعني كان احد عند 2 ولدين صغيرين اسمه احمد ومحمد عبد الرسول قاعدين بالصدفه في الاقصر في القرنه سمعوا انهيار ارضي فطلعوا يجروا لسمعوا معزه. كان عندهم بيره وغنم فالمعزه دي خافوا ان هي تكون جرى لها حاجه، بدا يدور على المعزه فين، بدا ينزل لغايه ما اكتشف 52 مومي. هم كانوا 50 مومي والاساس الجنزي بتاعهم دي كان مخبأ او خبيئه عينيهم فيه. فضلوا الولدين دول من 1871 ل 1882 10 سنوات نزلوا 3 مرات ياخدوا ما خف وزنه وغلى ايه وغلى ثمنه يبيعوه لغايه ما استطاعت الحكومه ان تتعرف على هذا السر وبداوا ينقلوا للمتحف. الاول كان راح متحف ولاء ال 50 مومي دول ثم راحوا المتحف المصري. تخيل حضرتك لما عرضوا على اسره عبد الرسول هديه او مكافاه انتوا عايزين ايه؟ قالوا لهم احنا عايزين صوره جدنا تتحط على الانجليزي. وبالفعل اول مره في الدنيا واخر مره اعتقد ان ملكه بريطانيا، طبعا معروف حضرتك ان ملكه بريطانيا اللي بتتحط على العمله الانجليزيه، دي كانت اول مره تحصل ان يوضع حاكم او واحد مصري فرد عادي على العمله الايه الانجليزيه. فطبعا دي كانت حاجه من الطرائف. يعني خليني اتكلم ان قبل التسجيل كنت بتكلم انا والاستاذ مجدي ان ميدان التحرير نفسه وسط القاهره اصبح شكل حضاري يليق ب قاهرة المعز، يليق بالقاهرة التي لا تنام. احنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي البلد بتتغير للأفضل للأحسن. يعني ميدان التحرير كلنا كنا عارفين كان شكله عامل ازاي، شوف دلوقتي ميدان التحرير وبعد ما ينتهي الكباش والتطوير والمسله والاناره والاضاءه والتمديد حاجه يعني هيبقى زي كونكورد. هو ده ما عمله الخديوي اسماعيل. انت بالظبط انت كلام راي حضرتك لان هو دي اسمها القاهره الخديويه فكان اسماعيل عمل نسخه من باريس بالظبط كده. فهو احنا هنرجع الشيء لايه؟ لاصله بالتاكيد. وبالتالي المنطقه دي مع الاضاءه كمان في شركه صدق الضوء وهي شركه وطنيه يعني القائمين عليها انا بشكرهم عاملين عمل مبدع. يعني الاضاءات
هتبقى طبعا هتخلينا اول لبلدنا. خلينا نتكلم على اهم 10 اكتشافات في عام 2020، لان موضوع سقاره ده موضوع كبير قوي. جبانه سقاره اكتشاف غير عادي وغير مسبوق. بالظبط، هي بس عشان الناس تعرف يعني سقاره. سقاره هي جبانه مدينه منفى. انا اتكلم على 10 اكتشافات الاول سريعا. عندنا كان حاجه مهمه جدا من اول المنيا نهايه السقاره. اكتشاف المنيا وكلها يعني اكتشاف المنيا في منطقه اسمها الغريفه. اكتشف مجموعه من التوابيت والمومياوات. عندنا العساسيف كانوا برضو اكتشفوا فيها 37 موميا للكهنه. سقاره طبعا حصلت على 3 اكتشافات، لان الاكتشاف الاخير ده لم يكن الاول في منطقه سقاره او في نفس المنطقه، لان احنا اكتشفنا الاول 27 ثم 59 ثم 100. فاحنا دلوقتي العدد حوالي 200 موميا في هذا الشكل. فيعني احنا عندنا سقاره يمكن 3 من ضمن العشرة، المنيا خدت 2. عندي منطقه برضو الصنه الحجر طلع فيها يعني حاجه مهمه جدا شرقية. جدا بالظبط يا فندم. الاقصر برضو حصلت على يعني اكتشافين مهمين، لكن سقاره خدت الجذب كله، لان يعني الميديا كانت مركزه على اكتر وسقاره لانها جبانه مدينه منف، فكانت الرؤيه بالنسبه لها واضحه. ويمكن في نهايه الكشف الاخراني السيد الوزير قال ان في كشف قريب برضو في ايه في سقاره، فدايما عاملين تشويق. فاعتقد جو الاكتشافات دي مهم جدا. لذلك زي ما قلت لحضرتك 100 مرة، أتمنى يبقى عندنا قناة خاصة بالسياحة والآثار، يعني يعني مش تروج، هي متروجة بالفعل. كان في قناة تقعد وقت قليل كده واختفت يعني. يعني أتمنى بحيث إن تتابع هذه الاكتشافات. وعندنا شخصية جميلة جدا الدكتور زاهي حواس ربنا يديله الصحة. تخيل حضرتك هذا الرجل عمل لنا برنامج أسبوعي أو يومي تكلم فيه، اعتقد هيبقى جاذب وكل الناس تتفرج علينا. فانا بعتقد ان هذا الكشف مع الترويج له تم مهم. ولكن انا بعتبر اهم حاجه في هذا الكشف يا استاذ اياب هو ان مصريين، يعني كانت مشكلتنا في علمنا علم الايجيبتولوجي كان كل القائمين عليه بعثات اجنبيه، فرنسيه والمانيه، وكنا دايما نقول الروس في اللغه والايطاليين مش عارف في ايه. تخيل فرنسا مثلا 23 بعثه، فكان كل البعثات اغلبها 90% اجانب. فان يتم اكتشاف بهذا الكم وبهذا الحجم وبهذه القيمه على يد مصريين من اول السيد الوزير لغايه العامل، فانا بعتبره ده انجاز اكتر من رائع. ودي رجعنا النقطه حضرتك قلتها، دي الثقه ادتها القياده السياسيه للوزير، فالقياده السياسيه ادت للوزير، فالوزير ادى لاولاده، فاولاده طلعوا له هذا الانجاز. انا بعتبره فريد. وانا بتكلم على العاملين في مجال الاثار. طبعا كان يعني الاثر نفسه اللي فيه تعامل معين حتى اكتشافه، والادوات هي كوريك واجنه، يعني ادوات بسيطه وفرشه والحاجات البسيطه دي يعني. وهنا خلينا نتكلم، هل عندنا الاثريين المدربين اللي يقدروا يكتشفوا مع الحفاظ على الاثر؟ لان الحفاظ على الاثر انت عارف شيء مهم جدا. طبعا انت بتتعامل مع يعني حاجه، يعني لو اي جزء فيها عامل زي دايما تشبه مفتش اثار بمفتش المباحث، خيط جنب خيط، واي جزء هيفقده اذا بيقول الدنيا هتخلص. احنا عندنا اجود عمال في الدنيا في الحفاير. عندنا مدينه اسمها قفط في قنا، هذه المدينه معروف ان عمالها انترناشونال، يعني اي بعثه بتيجي تشتغل في الاثار قفط دي كلها بتشتغل في هذا المجال، فدول زي بيقولوا ايه بروفيشنال محترفين. المرممين اللي عندنا من اجود مرممين الدنيا، لانهم عارفين طبيعه مصر، يعني عارفين الخامات اللي هي بيترمم بيها، لان الخامات ما تقدرش حضرتك ترمم شيء الا لما يكون عارف الاصل بتاعه. لكن عارف حضرتك اللي بيجي من المانيا او فرنسا خشب مختلف، في البيئه مختلفه، كل شيء عنده مختلف. فالمرممين عندنا جيدين جدا. الاثريين انا بعتقد في السنوات الاخيره مع التدريب لا بقوا كم كويس جدا، لان ياما الدكتور زاهي حصلت حاجه كويسه جدا، ان كانت كل بعثه اجنبيه كان بشرط عليهم زي ما حصل مع محمد علي، ان كان برضه اما كان بيبعت بعثات بالظبط، فكان كل بعثه اجنبيه كان فيها مرمم مصري لازم يكون فيها مرمم مصري واسر مصري. فمع الخبره والتراكم اعتقد ان احنا عندنا فريق جيد جدا، ودي يثبت في الثلاث اكتشافات اللي حصلت في سقاره ان احنا جيدين جدا، بقينا كويسين جدا. نتكلم على الاكتشافات اللي حصلت في سقاره واهميه هذه الاكتشافات. سقاره بس عشان ندي فكره للناس، هي جبانه مدينه منف. ايه مدينه منف؟ مدينه منف هي عاصمه، اول عاصمه لمصر، يعني كان لما جه الملك مينا زي بيقولوا وحد القطرين، فحب يعمل عاصمه للقطرين، فاختار هذا المكان. حضرتك تقول اشمعنى اختار هذا المكان؟ لان هذا المكان هو الحد الفاصل بين حورس وست. معروف ان حضرتك الصراع الاسطوره بين حورس وست، لما قعد الاله جب قال الكلمه اللي احنا بنقولها حتى الان، نقسم البلد بلدين. احنا بنقولها اللي جت منين؟ ان جب ده اله الارض قال لهم حورس ياخد الوجه البحري وست ياخد الوجه القبلي. طب نعمل حد فاصل، عملوا جدار سموه الجدار الابيض ما بين الاثنين، حتى كده بيسموها المدينه دي حتى الان الجدار الابيض. فلما جه مينا حب يعمل عاصمته في منطقه مقدسه. جد وجدك يا استاذ ايهاب كان اي حاجه عندهم لازم لها اصل ديني، يعني لبسه، أكله، ألوانه، كل عقيدته لازم يكون لها أساس ديني. فهو عمل هذا العاصمة أو عمل هذه العاصمة منف في منطقة مهمة، هي منطقة ميت رهينة، البدرشين وميت رهينة. طب الناس دي كانت راقية جدا، مش عايز يدفن في نفس المكان اللي هو بيعيش فيه، ومش عايز يعتدي على الأراضي الزراعية.
فدور على المكان اللي هو سقاره، هي منطقه مقدسه برضه، واقام فيها العاصمه بتاعته اللي فيها ايه الناس كلها ما تعرفوش، اللي فيها الهرم المدرج سقاره اللي هو اول هرم مدرج في الدنيا. المنطقه دي يا استاذ ايهاب فيها 11 هرم، وفيها مكان اسمه السرابيوم، يمكن السيد الوزير تكلم عليه. السرابيوم ده حوالي 4 كيلو نفق تحت الارض. التابوت اللي فيه 23 تابوت، تخيل وزن التابوت كام يا استاذ ايهاب؟ 100 طن. خلينا نتكلم على التوابيت. التوابيت ما كانتش بشكل يعني كلها فوق بعض، كنت فوق بعضها يعني بالزبط. ايه الفرق ان التوابيت كانت فوق بعض؟ احنا بنتكلم في عصر اسمه العصر المتاخر والعصر البطلمي. المصري كان كل هدفه، المصري القديم جدي وجدك، الحفاظ على الجثه. الجسم بالنسبه له شيء مهم جدا عشان البعث. البعث لان لو جت الروح ما لقتش الجثه دي مشكله. فالاول كان بيحطها في مقبره، وبعدين يحطها لما يبقى غني يحطها، الملك يحطها في هرم. فكان كل مشكلته يحافظ على الجثمان. طيب هو الاول كان عنده مقبره، وكان عنده قدره ماليه ان يكون لها مقبره. جينا في العصر المتاخر، الناس ما تعرفش يعني عصر متاخر، يعني عصر متاخر في نهايه تاريخ مصر، فكنا متاخرين في السياسه والاقتصاد والثقافه. طب ما فيش فلوس، طب يعمل ايه؟ اختصر المقبره دي كلها في تابوت. يعني التابوت ده بقى عباره عن مقبره فيها ادوات وفيها كل حاجته. فالتابوت ده بقى يعني الغطاء بتاع التابوت اعتبره السماء، والاساس بتاعه في الارض اعتبره الارض، والاربع جوانب هو الكون. يعني التابوت عباره عن الكون كله، عباره عن المقبره. حتى النقوش اللي كان بيعملها كل مقبرته اختصرها في الرسومات اللي موجوده ايه على التابوت. فالتابوت ده بقى عباره عن مقبره كامله. فبالتالي خلاص ما عندوش مفر، فالتابوت حتى المقبره ما بقاش قادر ان هو يحفر مقبره، فبقى يحفر ايه مكان جوه بير، يعني زي بيقولوا ايه يعني يتحط. طب وحتى حضرتك لما قالوا المقابر دي او الابار دي لقوها في مقبره اسمها جبانة البوبسطين. اشمعنى جبانة البوبسطين؟ دي منطقه مقدسه فيها معبد، وعندنا مثل حتى يقول لك من جبر السعيد يسعد. فهو عايز يدفن في مكان مقدس، مكان له قيمه. ايه بس ايه ببصريين نسبه لما يسمى بالمعبوده بسطت، البسطه اللي هي القطه، فالقطه دي كان بالنسبه لهم شيء مهم جدا جدا. فهي المقبره بتاعته اختصرها في تابوت، والتابوت اختصره في ايه؟ يحطه في نيشه او فتحه جوه ايه؟ جوه مكان. فبقت اصبحت مقبره جماعيه، بعد ان كان كل واحد يبقى له مقبره لوحده، اصبحت واحد بتدفن مع واحد، فوصلنا من 27 ل 59 ل 200، ولسه العدد مرشح ان هو يكتر. واحنا بنتكلم على اعداد، انا عايز اتكلم على مساله عدد 100 والعدد 59. يعني ايه 100 وايه 59؟ وليه الارقام دي؟ اخد اجابه حضرتك بعد هذا التقرير للصحافه، فابقوا معنا. وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني أكد أن الكشف الأثري في منطقة سقارة يحتوي على أكثر من 100 تابوت فرعونية تعود للعصرين البطلمي والمتأخر، كما يشمل أكثر من 40 تمثالا بأقنعة مذهبة ومومياوات. الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صرح بأن فريقا مصريا فحص المومياء باستخدام الأشعة لتحديد جنسها وعمرها، وتبين أن هناك مومياء لرجل عمره نحو 44 إلى 45 عاما. وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي قالت إن المتغير النوعي لهذا الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة تم بأياد مصرية من خلال البعثة الأثرية المصرية، والكشف غير المسبوق في المنطقة التي كانت دائما محط اهتمام وأنظار البعثات الأجنبية. خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بوزارة السياحة والآثار أكد نجاح البعثة الأثرية التي تعمل في المينيا في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم 15 من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دليت الارقام 159 يعني ليش 120 60 70؟ انا حضرتك ليه ابار، لقوا ثلاث ابار. فالبير الاول لقوا فيه 27، والبير الثاني 59، والبير الثالث 100، لان كانوا بيحطهم فوق بعض. يعني هو بيعمل بير 13 متر وبعدين يعمل فتحات في جوه البير ده، وكل ما يكتر العدد يتوسع اكتر او يعمل ايه البير دي ينزل فيه اعمق ويعمل فيه فتحات. الاجمل حاجه في هذا الكشف هي حضرتك شفت الالوان اللي عليه. انا لسه عايز اتكلم الوان مذهله. إيه يعني ازاي الالوان؟ احنا بنتكلم على 2500 سنه ويمكن اكتر، يعني ازاي الالوان دي بنفس يعني
الزهو ونفس الجمال ومحتفظه بالاشكال. بالظبط. حضرتك لو بيضنا الشقه بعد سنه بتلاقي لون بتقل، لو بليزه بعد غسله بعد سنه، مع ان اكيد سيبتها موجودين على الاعماق والكلام ده. اقول لحضرتك اول حاجه ان هو كانت الوانهم نو كيميكال، الوان طبيعيه بيجيبوا من الطبيعه. واحد يقول لي ازاي حضرتك نفسي لما تزور الاقصر قول لهم كده انا عايز اروح دير المدينه، ما تزورش دير المدينه مالكش دعوه بالاثار، قول لهم عايز اروح ورا دير المدينه في حاجه اسمها وادي الالوان. والله يا فندم احنا عايزين نروج لنوع من السياحه الجديد للطبيعه. فحضرتك لو رحت وادي الالوان ده المحجر اللي كانوا بيجيبوا منه الالوان لحد دلوقتي، والله يا فندم تخش تلاقي الجبل فيه اخضر واحمر واصفر في الجبل. والله بياخدوا الاحجار دي ويطحنوها ويحطوا عليها زلال البيض حاجه طبيعيه اللي هو الابواب، او يحط على الصمغ العربي اللي هو بيجيبوه من الاشجار. فالوان كلها طبيعيه. اتمنى من خلال حضرتك يبقى عندنا حد من رجال الاعمال اللي سامعني ياخد المواد دي ويحللها ويعمل لنا مصنع. تخيل حضرتك لو انا عندي مصنع للالوان المصريه القديمه، ادوات مكياج براند للمكياجات اللي كانت، والله يا فندم لو رحت نفرتاري عامله مكياج كامل بمنتهى الالوان منتج، ولو رحت المتحف المصري ادوات المكياج كامله من اول الكحله لغايه انا ما اعرفش حاجه في السيات انما كلها موجوده. اتمنى يبقى عندنا براند لادوات المكياج المصريه القديمه ونسميه نفرتاتي، نفرتاري او نفرتيتي، اعتقد ان هو هيحقق الدنيا كلها. عندنا اتمنى يبقى عندنا الوان طبيعيه، والموضوع مش سر لو حضرتك رحت المنطقه دي الوان موجوده، الجبل موجود والالوان موجوده وطريقه الصناعه موجوده وعارفينها، فالالوان ثابته لانهم كانوا بيستعملوا الوان ما فيهاش اي مواد كيميائيه. فبالتالي بتعيش وكمان ان هو كان بيتحمل بقى كل العوامل الجويه المتغيره كمان ان هو كان بيقدر يتعامل مع الخشب بطريقه جيده. يعني هو اولا الخشب كمان بالظبط سليم، يعني يجيب اخشاب من لبنان لاخشاب الارز، او عنده في مصر يجيب الصنط او الجميز وبعدين يبدا يعالجها. كمان بيستعملش اي مواد اي معادن، كلها بنظام التعشيق عشق ومعشوق. فهو دلوقتي كمان كان بيديها الاول طبقه من الجبس او الجير وكان بيحميها بطريقه معينه، فهو كان عندهم نوع من الحب وكان عندهم نوع من اتقان الصنعه. فلذلك تشوف الالوان زي ما هي ما حصلهاش اي تغيير. كمان الطقوس او النقوش اللي موجوده عليها او الكتابات اللي موجوده عليها احنا دي لسه التفسير بتاعها، طبعا هو السيد الوزير قال ان يعني لسه الترجمات دي، فهتسفر مين دول عاشوا ازاي. يمكن حضرتك شفت في الكشف الاخراني حصلت حاجه مذهله، ان عملوا اكس راي لاحد المومياوات، استطعنا ان احنا نشوف الاشعه الثلاثيه بالظبط، شفت طريقه التغليف او طريقه التحنيط بتاعتهم، يعني كانه زي بيقولوا كانه مدفون امبارح، يعني التحنيط جيد جدا. حاطط الكرتوناج على طبقه الوش الماسك، يعني هو ما كانش بيكتفي ان هو يحط الجثه ده، فوق الجثه بيحط حاجه اسمها طبقه كرتوناج، بيجيب طبقه من الكتان يحط عليها طبقه من الجثه عشان تحفظها ويبدا يرسم عليها. ليه؟ لانه يريد ان يقابل ربه في اجمل صوره، حتى لو كانت سيدة كان بيعمل لها مكياج تاني، يعني بيتمنى ان يبعث في زيبوره في سن الشباب. فحضرتك شفت الاكس راي بين لنا الراجل ده قال لك ان هو ما بين 40 و45 سنة. فدي مهم ندرس العظام، هتقدر عن طريق العظم تحدد وزنه، تحدد طوله، تقدر تحدد الامراض اللي كانت عنده، تقدر تحدد هو بياكل ايه. يعني تخيل حضرتك لما لقينا في وادي من المومياوات الذهبية في الواحات لقينا 39 موميا، لقوا ان كلهم ميتين في عمر 35، ايه الموضوع ده؟ يعني اشمعنى 35 36؟ لقوا ان الميه اللي بيشربوها في الواحات معملة بعنصر الحديد، عنصر الحديد فيها شديد جدا، فده بيخلي الاعمار ايه تتناقص بسرعه. فبرضه احنا ممكن دراسه المومياوات دي عن طريق العظم نقدر نحدد يعني ذكر ولا انثى، طب سنه قد ايه، مات ازاي، ايه الامراض اللي كانت عنده، هو كان بياكل ايه. وعندنا تجربه توت عنخ امون بالظبط، نقدر نثبت عن طريق الدي ان ايه من الاسره، لان خلي بال حضرتك ممكن ال 200 تابوت دول نلاقي معظمهم قريب بعض، لان كانت المناصب الدينيه تورث، يعني يبقى كاهن ممكن يجيب ابنه. فاحنا ممكن نعرف ده ابن مين وده ابو مين. فبالتالي اعتقد اجمل حاجه في هذا الكشف الذهب ان هو مش مصري بس، ده المراجع اللي بعد كده هتبقى مصريه. واحنا بنتكلم برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين معانا إيه ازاي احنا بنعرف اللغه، اللغه القديمه يعني اللي هي اللغه الهيروغليفيه، يمكن البعثه الفرنسيه وشامبليون والكلام ده، وده علم كبير قوي وعلم احنا بيدرس والله يا فندم في جامعات العالم كلها، في جامعات العالم وهي كلها. الدوله الوحيده على مستوى العالم التي يدرس لها علم اسمه ماسترولوجي او ايجيبتولوجي. مفيش دوله، يعني الهند حضارتها قويه، الصين حضارتها قويه، اليونان، انما البلد الوحيده ليه؟ لان حضرتك انت علمك مغري، كل حاجه فيها سر. وحضرتك شفت كم وكالات الانباء وانت راجل اعلامي وعارف اللي كانت قدام السيد الوزير، كل الناس دي كانت واقفه لما نزل يعني بالظبط، والسيد رئيس الوزراء كانت اللقطه بتاعته فارقه لما طلع يعني او نزل البير. فبالتالي كل الميديا بتتمنى، يعني حضرتك احنا بنلاقي خبر يقول لك نقل كم قطعه من المتحف المصري الصغير للكبير، كل الناس كاتبه ليه؟ كل الناس بتبص على حضرتك. طب خلينا احنا بنتكلم على الاكتشاف ده، اهميه هذا الاكتشاف ان شاء الله، لان تقريبا كده بالشكل ده منطقه سقاره منطقه غنيه
السيد الوزير قال 1%، احنا اكتشفنا 1%. يعني لسه ليه هو رأيه سليم؟ لأن العاصمة دي رغم أن تم نقل العاصمة بعد كده للفيوم ثم لطيبة الأقصر، إلا أن منفذ ظلت هي العاصمة الدينية الأكبر، لأن كان موجود فيها مين يا أستاذ؟ موجود فيها الإله بتاح، وكان في موجود فيها معبد بتاح اللي اسمه مصر جه عليا. انت عرفت الحاجات دي منين؟ الترجمات يا فندم. الترجمات بالظبط، اللي هو علم اللي هو اللغه المصريه الهيروغليفيه والهيروغليفيه. يعني كان هناك معبد اسمه حاكو بتاح، حاكو بتاح اللي هو معبود بتاح ده اما جت حرفت سميت باسم ايجيبت. مصر هي الدوله الوحيده. المنظر ده معناه ده الشكل ده كده زي ما هي يا فندم، ما حصلش اي، مجرد ان عملوا حاجه اسمها تثبيت للالوان، يعني بيحطوا ماده يثبتوا اللون فقط، لان عارف حضرتك الالوان لما بتطلع لو طلعت فيها الحاجات الخاصه بيهم بالظبط الوانهم زي ما هي والتوابيت. ودي بقى هنا عشان الناس اللي بتقول لك المصريين كانوا طوال وعراض، ابدا. ادي الموميا زي ما انت شايف حضرتك 162 سم 165 سم. طب امال بنوا المعجزات دي ازاي او قطعوها ازاي؟ هو الحب والعمل والاتقان، وكانوا بيراعوا زبونه، بيراعوا ربنا في ايه؟ في شغلهم. اللي احنا بنتمنى كل واحد دلوقتي يراعى ربنا في شغله. فطلعوا لنا النتائج اللي حضرتك شايفها، الخشب جيد جدا، الالوان جيده جدا، طريقه التحنيط اكتر من جيده، رغم ان احنا بنتكلم حضرتك في اواخر التاريخ المصري، يعني كان في اضمحلال سياسي واضمحلال ثقافي واقتصادي، وكانت مصر في هذا الوقت محتله، وبالرغم من ذلك انتجوا لنا هذا الفن. ودي يدل على حاجه، ان البلد دي رغم ضعفها في اي مرحله انتجت لنا هذا الفن. فمصر دولة قوية طول عمرها حتى في أقل المراحل بتاعتها ضعف. وبالتالي بنقول لحضرتك كشف سقارة، حضرتك سألت سؤال مهم، ماذا سيفيدنا كشف سقارة؟ أولا أن حضرتك تبقى موجود على الميديا، كل وسائل اللي بتتفرج عليك هي دعاية مباشرة وغير مباشرة، يعني كل دي. تاني حاجة أن احنا عندنا حدثين يعني أنا بعتبرهم، أنا هنا أتكلم على المتحف الكبير طبعا، افتتاح المتحف الكبير، لكن برضو معلش برضو في نفس السياق نفسه، يعني احنا كلنا كمصريين، ويعني وانا دايما اعتب علينا كمصريين برضو، اخرنا الهرم خوفو خفرع ومنقرع، يعني ده اذا رحنا بالظبط كده، اذا رحنا فعلا يعني انا كمان يعني، وانا بعتذر يعني للسادة المشاهدين، موضوع هرم سقارة وبتاع انا نفسي ما شفتوش بصراحة، ويمكن روحته مرة كده يعني، وما عرفش ان ده برضو سقارة. ايه الاكتشاف ده وسقارة؟ يعني هل هي على الخريطه السياحيه؟ لان انا برضو ما عندي، هي على الخريطه بس للاسف هو بيزار فيها مناطق قليله جدا. سقارة كان يروحها 3 ساعات، لكن اعتقد بعد الكشف ده اعتقد ان شاء الله هيبقى لها يوم كامل او يومين كاملين، لان سقارة حضرتك الناس ما تعرفش، جزر الهرم المدرج وخلاص، في 11 هرم يا جماعه. اول كتاب للموتى موجود هناك في هرم أولاس، دي يعني مهم جدا. اول هرم مدرج في الدنيا، اول هرم في الدنيا اتبنى في منطقه سقارة. مكان هناك استرابيوم، نفسي اتمنى حضرتك تعمل سيرش عن استرابيوم، والله يا فندم حتى الان هي معجزه هندسيه، بقول لحضرتك مترو انفاق تحت معمول فيها توابيت، بيقول لك 100 طن، انت تخيل منقول من اسوان، كيف تم نقل 100 طن من اسوان واتنحتهم موجودين حتى الان؟ تخيل حضرتك اعتر ده في ايام الملك فاروق، لقوا تابوت ما اتفتحش، جابوا 500 عامل عشان يفتحوه ما عرفوش، وفجروه بالديناميت. يا ساتر والله يا فندم. خليني بس، لان للاسف الكلام عن الاثار المصريه عايز له يعني مش حلقه ولا اتنين ولا تلاته، ده عايز له وقت طويل جدا، عايز له قناه خاصه تتحدث عن الاثار المصريه، لان مصر تقريبا كلها ابلي وبحري ووسط الدلتا والقناه كلها على يعني على اثار، يعني على بحور من الاثار. لكن اتكلم اخيرا المتحف الكبير وهذا الحدث الذي نتمنى يعني انه يتفتح في قريب العاجل، خاصه ان احنا في جائحه كورونا وبتاع، يعني نتمنى ان الامور هذا الحدث تاثيره على خريطه السياحه الاثريه والحضاريه في مصر. انت عند حضرتك المتحف الكبير انا بعتبره زي جواز الهرم في انجازه، يعني اذا ذكر في يوم من الايام للعهد اللي موجود دلوقتي بالظبط الحضاري، يعني حضرتك منطقه الاهرامات فيها 9 اهرامات، احنا دايما ليه نقول الهرم ما بنقولش الاهرامات؟ لان الهرم الاكبر هو معجزه ما تعملش قبل ولا تعمل بعد، فاق الحدود. فانا بعتبر المتحف المصري الكبير سياتي يوم من الايام بعد 2000 سنه برضه يعتبر من عجائب. ليه؟ لان بنتكلم عن 117 فدان، 40% متحف و60% ايه؟ اشياء اخرى، عمليات تجاريه وتسويقيه. وبالتالي المتحف يكفي يا فندم ان هو هيضم اكبر متحف في العالم يضم اثار لحضاره واحده، الحضاره المصريه. مفيش متحف في الدنيا اكبر من البريتش واكبر من اللوفر واكبر، لان في متحف يضم 100,000 قطعه واكثر لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه القديمه مش موجود. واعتقد ان مش هيتكرر مثل هذا المتحف. قبل ما انهي حديثي يوم 4 ارجوكم ديسمبر اخرجوا يا مصريين وافخروا ان انتوا عندكم 22 ملك منهم 4 ملكات سيتم نقلهم للمتحف الحضاره، وتاني يوم روحوا زوروا متحف الحضاره وافخروا ان انتوا مصريين. تحيا هذا الوطن وتحيا مصر.
تحيا مصر بكل محب لهذا الوطن، تحيا مصر تحت قيادة سياسية بتغير مصر إلى الأفضل. في نهاية هذه الحلقة من المساحة للرأي بتوجه بالشكر لضيفي الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين، نورتنا أستاذ مجدي. أشكر زملائي في استوديو 2 وفريق عمل المساحة للرأي لهذا اليوم، أشكر كل السادة المشاهدين على حب المتابعة. ألقاكم أنا إيهاب اللوند على خير، إلى اللقاء.